العدلي وزير السياحة والأثار، ودكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، ولواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جامع الفتح الملكي للوقوف على مستجدات الأعمال بمشروع ترميم المسجد والذي بلغت تكلفته نحو 16 مليون جنيه تمهيدا لافتتاحه الأسبوع المقبل. يقع جامع الفتح بحي عابدين بالقاهرة ويشغل الجزء الشرقي من قصر عابدين، والجامع أنشأه عابدين بيك أمير اللواء السلطاني، حيث كان يجاور قصره مسجد صغير يعرف بمسجد الفتح، فعمل على تجديده وأوقف عليه الأوقاف فعرف باسمه جامع عابدين. أما الجامع الحالي فيرجع لعصر الملك فؤاد الأول، حيث أمر الملك بتجديده وإعداده على طراز المساجد العثمانية ومضاعفة مساحته.